اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده شعب بير مباشره من الدار البيضاء وبالضبط من شركه المسمار. معنا اليوم في هذا المباشر الممثل القانوني سي يوسف غيوضح لنا بزاف ديال الامور. صراحه حنا تفاجئنا فاش دخلنا لهذه الشركه، لاننا اول سؤال طرحناه على الممثل القانوني هو واش تخدموا بمواد كيميائيه او مثلا الغاز شي حاجه، قال لك حنا ما عندناش هذا الشيء، حنا تنخدموا بلي زاماشين ميكانيك اللي تيقطعوا السلك، تيدخلوا السلك تيرجعوه مسمار. وعلى ما اظن هذه الشركه هذه راه قبل من المؤسسه ديال حمال الفطواكي وقيله والحسين بن علي. سي يوسف بغيناك توضح لنا لماذا توجهوا اصابع الاتهام للشركه ديالك. تفضل سي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف الخياط الممثل القانوني لشركه المسمار. ما اصلا ما عرفتش صراحه، احنا براسنا متفاجئين، تنقول واش غير تاويلات، لان بحكم يعني احنا عندنا الحيط لاصق على الحيط على المدرسه، وبحكم احنا الوحيدين المتواجدين في هذه المنطقه السكنيه، حدانا مدرسه اخرى على الشمال اونفاس، دايرين بين السكينه، يمكن الناس بحكم ان ما عارفاش يعني النشاط ديالنا كيفاش تنخدموا، تيأولوا تيقولوا هاد الشركه راه هي اللي عندها المشكل. حنا شركه تتصوب المسمار، المسمار هو واحد المنتوج اللي تيجي تيتصوب من السلك، اللي عباره عن الات ميكانيكيه. اليوم اي واحد يقدر يدخل يوتيوب يشوف كي تيتصوب المسمار، ماكينه عاديه تيدخل سلك تيتقطع تيخرج مسمار. ما عندنا ما تنخدموش بالغاز، ما عندناش يعني في البروسيس ديالنا مواد كيميائيه اللي تنخدموا بها نقولوا تريتمون ولا شي حاجه، داك الشيء كله ما كاين، يعني بيرمون الكتريك مي الكتروميكانيك، هذا هو النشاط ديالنا اللي كاين هنايا. بالنسبه للتاويلات ما نقدرش نجاوبك واش الاتهامات عندها، اللي نقدر نقول لك الاتهامات الناس راه ما عندها حتى شي يعني حتى شي دليل، لان جات لجنه المشكل ماشي عاد اليوم وقع، راه هذه مده وقع شحال من مره، وجاو لجان فالناس ديال البيئه، الناس ديال الصحه، الناس ديال لاجوندارموري، داروا تحاليل، داروا فلوزين، داروا دي بريليفمون، الحمد لله راه ما كاين حتى شي حاجه تثبت ولا تقول بان راه عندنا شي مشكل. حنا تيدويو معاك وجانا خبر دابا وتابعنا على المباشر، بما انك اللي الدرك الملكي جاو لقاو شي فويس بعيد على الشركه ديالك، كاين الله. انا ما فقعت انا شوف يعني الشركه ديالكم بريئه، ما حنا تنعاود نثبت وتنعاود ناكد، وانا والو انا نقدر نعطيك تاكيد، يعني نمشي مع اي واحد فين ما بغى بان راه الحمد لله الشركه راه. علاش؟ لان اصلا ما عندنا حتى شي حاجه اللي تقدر تكون هذا المشكل هذا. الناس اللي عندهم تسربات غازيه شركات اخرين انا ما تنعرفهمش، السلطات راه واقفين قايمين بالواجب. انا راه قلت لك راه جات عندنا لجنه غير اليوم، وها الحمد لله جا الخبر، الحمد لله قاو الفويش ما الغاز ديز جاو عندنا اليوم بلي زاباري وعبروا وشافوا ولقاو الحمد لله بان احنا راه ما عندنا حتى شي حاجه. وهاد الناس نقدر نقول لك زعما الله يهدي ما خلق وصافي. سنه اخويا يوسف الشريك، حنا راه من 1969 1969 الشركه قائمه باش ما نغطيوش الشمس بالغربان. أيه. بعض الناس يقولوا لنا راه كاينه واحد اللوبي ديال مافيا العقار بغى يستولى على هذه البلاصه باش يدير فيها اقامات، اش بغيتي؟ اودي ما نقدر نجاوب، ما نقدرش نعرف لوبي ولا ماشي لوبي، كيف ما كانت الشركه خدامه قانونيه وعندها لي تيتر ديالها وعندها مسائل ديالها. ما احنا ما عندنا غاز، ما تنبيعوا غاز، ما الحمد لله امور الناس معانا، كاين اللي خدام معانا 40 عام، كاين اللي خدام معانا 50 عام، الحمد لله الامور غاديه مزيان، عندنا الحمد لله واحد تقدر تسول علينا في نطاق الجارة ولا هذا، بالنسبه للمدرسه راه حنا تنتعاونوا معاهم، سيد المدير راه كجا عندنا ماشي مره ماشي جوج بحكم شي اصلاح. يوسف المدرسه المجاوره كيفاش العلاقه ديالكم معاهم؟ مزيان العلاقة عندنا مزيان الحمد لله، راه غير كاع حتى فاش بداو الحمد لله كان خص شي اصلاحات، تعاوننا معاهم بحكم الجورة، راه كما تنقول انا تنحسبوا اولا شوف حق الجار عليك، هذا بالنسبة للدين ديالنا الا كنا مسلمين. ثاني حاجة مدرسة فيها وليدات صغار، انا احسب هذوك الوليدات بحال وليداتي، يعني راه الا كنا حنا مسلمين ومؤمنين يعني ما تتبخلوش. ما معلوم ما نبخلوش، وكل شيء راه لوجه الله، يعني احنا راه ما تنديروش لنا ولا للناس ولا لشي حاجه، ولكن الحمد لله راه هذه 60 عام وحنا هنايا، راه الحمد لله عندنا واحد السيره طيبه وتقدر تسول علينا شكون ما كان، ماشي تنفتخر بها ولا رياء ولا شي حاجه، ولكن باش نقولوا واحد الواقع اللي الحمد لله عمر ما كان عندنا مشكل مع حتى شي واحد، عمر ما عندها الشركه وقع فيها مشكل.
جامي. الحمد لله، هذا بفضل الله الحمد لله، ونطلبوا الامور تستمر. انا اللي تنتمنى ان هذا المشكل ان شاء الله يتحل ويلقاو المشكل ديالو، وهاد الوليدات الله يشافيهم، وهاد الاباء الله يشد بهم. راه هادشي صعيب، انا نقدر نتفهم كاب اللي انا عندي وليدات اللي ما تتكونش عارف، لان راه كيف ما كان راه المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بالنسبة للجمعيات اللي وجهوا لكم اصابع شهاب، واش بغيتي تقول لهم؟ نقول لهم الله يهديهم، الله يسامح عليهم، انا الله يسامح الدنيا واخره. انا شوف، حنا راه ما حنا غير اللي تنطلب من هاد الناس ما يتسرعوش. الله يجازيكم بخير. كاين بنادم غير اللي تبدا تاول، نقدر نتفهم انهم اتهموا بحكم ان حنا لوزين المجاور، ولكن حنا راه شوف، حنا راه ما سادينش، حنا لوزين ديالنا محلول. اللي بغى نفهموا ليه نفهموا ليه، اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه بالعكس، حنا هاد الاباء بالعكس حنا نتعاونوا معاهم باش يتلقى المشكل، لان كيف ما تنقول راه تنحسبوا حتى حنا داك وليدات بحال وليداتنا، وهاد الناس راه تا هما جيران ديالنا وداك الشيء. نطلبوا الله ان المشكل يتحل في اقرب وقت ويتلقى وتدخل الامور من الصميم ديالها وترجع المياه المجاري ديالها. شكرا سي يوسف.